قعدنا في البيت كتير وشكلنا كده هنقعد كمان شويه حلوين في البيت تاني. وطبعا مشكله شعرنا ان هو بدا يكبر ومش عارفين ننزل عشان ستاي هوم، ومش هينفع ننزل عشان الحظر، والحلاقين بقى دلوقتي اخطر اكتر ان احنا نروح لهم ونتصاب اكتر بالعدوى. فطبعا انت شايل هم الحلاقه ومش عارف تحلق ازاي، واذا طبعا لو ما كانش معاك فلوس بقى ومش عارف تنزل ايا كانت. فطبعا انا مش هسيبك في المشكله دي، عشان النهارده جاي اعلمك ازاي تحلق. يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كريم عفه بقد محتوى لابستر متفرجه سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. بقالنا شهرين قاعدين في البيت، وطبعا شعرنا كبر ومش عارفين نحلق وشكلنا بقى وحش. وطبعا انا مش هخليك شكلك وحش خالص حتى لو انت في البيت. انت هتقول لي انا في البيت وما بنزلش، بس ما تنساش ان في ناس قاعده معاك في البيت، اذا كان اخواتك او اهلك او مراتك او اي حد. فانت قاعد مع بشر في البيت، فلازم برضو يبقى شكلك حلو برضو قدام. فالنهارده اقول لكم ازاي تحلقوا في البيت باقل التكاليف جدا، وهتبقى تقريبا شبه الحلاق بالظبط. وبعد ما الحوار ده يخلص خالص بتاع حوار الكورونا فيروس والكلام ده، هتفضل برضو بتحلق في البيت ومش هتروح للحلاق خالص عموما. يلا بينا نبدا على طول عشان ما نرغيش كتير. كل اللي انت هتحتاجه في الفيديو ده هي مكنه حلاقه بس بتاعت الدقن. هتلاقي 300 جنيه ب 200 جنيه، وفي كمان ارخص كام من جنيه بكتير ب 70 وب 100 والكلام ده. هي بتاع الدقن بس، مش لازم تجيب الغاليه البراند الكبيره، لا هي اخرك 200 جنيه 250 جنيه هتقضي الغرض وكويس جدا، حلو قوي كده عليها. هتحتاج مع مكنه الحلاقه مقص واستشوار، ده الكلام ده لو في حالتي انا. لكن ممكن لو انت مثلا بتحلق من غير استشوار مثلا او مكنه حلاقه بس او مقص بس او بتحرق زيرو، فانت كده عالمي، انت مش محتاج حاجه اصلا من الفيديو، مش محتاج بس غير مكنه الحلاقه. وطبعا عشان الحلاقه فن مش عن، فانا جاي كده اقول لك كده على شويه نقط كده تركز كده عليهم كده وانت بتحلق، علشان الحلاقه تبقى اسهل كتير جدا بالنسبه لك. لو انت زي حالاتي وبتخاف في الجناب، فانصحك ان انت تبدا باعلى مشط. يعني انا معايا 3 ابشاط 3 و6 و9. انصحك دايما لو انت تعمل اي حاجه فانت تبتدي باعلى مشط، وتقريبا هي هتساويها لك مش هتحلق لك اي حاجه، بس عشان تعرف مقدار الحلاقه اللي انت هتحلقها. عشان كده بقول لك ابدا بالاعلى الاول، ابدا بالاعلى 9 الاول، ولو لقيتها لسه فيه ممكن تبدا بال6، ولو لقيت لسه برده ابدا بقى بال3. النقطه دي مهمه جدا، عشان بس ما تبداش بال3 او الزيرو وتلاقي ان شعرك كده خفيت منه قوي وما ينفعش ترجع في اللحظه دي، فلازم تكمل على كله كده. فابدا باعلى حاجه، اهم حاجه. بس تاني حاجه مهمه جدا برضو، وانت بتحلق الجناب او انت بتحلق اي حاجه، من تحت لفوق ماسكه المكنه تبقى كده، انت ماسك المكنه كده من تحت لفوق مش من فوق لتحت. لو من فوق لتحت انت كده هتشيل جامد قوي، فمن تحت لفوق كده لحد ما توصل للحز اللي هنا ده كده، وبعد كده تبدا تمشي لحد ما تخلص الجناب والظهر كله. خلصت بالمكنه الجناب والظهر وكل حاجه هنا متظبط، فاضل طبعا اللي في النص. هنا طبعا هيجي بقى دور المقص. انت بالمقص هتبل شعرك كده بله خفيفه، مش هتبل قوي يعني، وهتنزل شعرك على عينك كده وعلى جنبك وعلى ظهرك، وهتبدا تقص دائري، ما تقصش متساوي، قص دائري يعني قص كده ما تقصش كده. ليه؟ عشان الشعر اصلا انت سايب حته في النص مدوره، مش سايب حته مربعه. ف يعني بص هقول لكم دلوقتي عشان الحوار دلوقتي صعب شويه، بس اكيد ان انا بقوله مفهوم، او مش عارف، انا مش عارف اوصله لكم ولا لا، بس انت هتقص دائري مش هتقص متساوي. يا رب يكون بس عرفت افهمكم. يعني طبعا انت ممكن لاول مره تشوف الموضوع صعب وانت مش عارف تحلق من ظهرك عشان انت مش شايف، او انت مش عارف تقص مثلا الجناب كويس او تقص من الظهر كويس، ممكن تستعين. يعني انا في حالتي انا مستعين باختي، هي اللي ساعدتني في الحلاقه. ممكن لو انت مثلا تستعين بمراتك، او لو انت ما عندكش اي حد خالص ممكن بمرايه تحطها على ظهرك كده وتشوف وانت بتحلق، هتلاقي صرفه. بس احسن لك في اول مره وتاني مره لحد ما تتمرس كده، لحد ما تتعود كده، خلي اي حد يساعدك، اذا كان بقى اختك والدتك اي حد مراتك اي حد يعني. طبعا هتقص اللي في النص ده لحد المستوى اللي انت هتحس بيه اللي انت كده تمام، او ما تحس بالشعور ده. فيلا بينا بقى نبدا على اللي بعديه على طول كده. بعد ما تخلص هتغسل شعرك كويس جدا بالشامبو والكلام ده، ونبدا بقى في الاستشوار. طبعا انا مش جاي النهارده عشان اقول لك ازاي تستشور والكلام ده، ممكن نعمل الكلام ده في فيديو لوحده لو انتوا حابين كده. وطبعا انا مش احسن حد اتكلم عن الاستشوار، بس خلي الاستشوار في فيديو لوحده لو انتوا حابين كده. احنا بس جايين النهارده نتكلم عن حلقات الدقن والشعر. طب حد هيقول لي طب انت كده عامل قزع اصلا، وانت كده بتدعو للقزع وده حرام والكلام ده؟ هو انا جاي اقول ازاي تحلق وخلاص؟ حوار بقى القزع والكلام ده، انا مش محتوى ديني، انت ممكن تروح تابع محتوى ديني. كل واحد حر بالحلقه بتاعته او حر بالمعتقدات بتاعته. انا شايف كده ان انا كده حلقتي مناسبه ليا. لو انت مش عايز تحلق كده ممكن تحلق مثلا زيرو، او تحلق بالطريقه اللي تناسبك. انا بقول ازاي تحلق بس. بعد ما خلصت شعرك طبعا مش هتسيب دقنك كده. عليا انا ككريم انا بساوي هنا ده الاول الخد مثلا كده، حوار الدقن اللي بتبقى في الخد دي بساويها، بخلي المكنه زيرو خالص وبحط ايدي عند المستوى اللي انا عايز يبقى هنا دقني كده اخرها، وبعد كده ببدا اطلع لحد ما اخلص خالص واسويها. ومن تحت برده نفس الكلام،
بفضل انزل كده بمسك المكنه كده من تحت وافضل اسويها لحد ما الاقي ان الدقنه كده شكلها العام اتظبط، يعني من تحت ما فيش زيادات، عند خد هنا ما فيش زيادات، ظبطتها هنا ظبطتها هنا طبعا، والمكنه زيرو خالص. لحد هنا انت كده خلصت كده شوط كبير قوي في حلقه الشعر والدقن. اخر حاجه بقى سهله جدا، ان انت بتجيب المشط، اعلى مشط عندك اذا كان 9 او 6 او 12 شوف انت المكنه انت هتجيبها ايه، وهتبدا تمشي بقى على دقنك كلها. شوف بقى لو انت بتحب التدريج فانت هتخلي اللي هنا مثلا 6 واللي تحت 9، او لو انت بتحب كلها سوا واحد فهتخليها مثلا كلها 6 او كلها 9. هي في حوار التسعة ده عموما او اعلى مشط في اي مكنه ده بيبقى بيساوي بس مش بيحلق حاجه. فلو انت عايز تساوي دقنك على المنظر اللي انت فيه ده تسويها بس او تهذبها زي ما الناس بتقول كده، هتستخدم اعلى مشط عندك اذا كان بقى 12 6 9 اعلى مشط عندك هتبدا تمشي بيها دقنك كله. لكن لو انت عايز بقى تدرجها والكلام ده زي انا كده، انا بعمل هنا دي كده 6 جناب 6 واللي تحت هنا ده كده بعمله 9 بس. وانت كده حلقت لنفسك واجدع حلاقه عملتها و100 فل و10 كده. طبعا هو في الاول خالص مش هترضيك الحلقه دي، بس يعني انا عايز بس اقول لك حاجه صغيره كده، لو انت بقص شعرك او لو شعرك باظ طز، هو كده كده انت بتجرب في نفسك مش بتجرب في حد تاني، او مش حد تاني يقول مبوظهولك فتتخانق معاه، لا هو كده كده ده شعرك. لو انت في اول مره عملته مش كويس قوي تاني مره هتبدا تتعلم لحد ما تتعلم عموما، ومش هتلاقي اصلا نفسك انت عايز تروح لاي حلاق خالص. يعني انا الحمد لله من اول مره ظبطت معايا عشان انا اختي كانت معايا، فهي اللي كانت بتساعدني وهي اللي كانت بتحلق لي يعني، والجناب انا اللي كنت بتحكم فيها، لكن الظهر والحاجات اللي انا مش شايفها دي كان طبعا حد معايا. فانت حاول دايما في اول وتاني وتالت مره يكون حد معاك بس، وطبعا النتيجه بالذات مش هتبقى زي الحلاق بالظبط 100% في كل مره، لا هو انت زي الاستشوار كده، اول مره مش هتعرف تستشور، تاني مره تالت مره لحد ما تتمرس خالص المهنه او تتمرس خالص الحلاق عموما. وبس كده، وده كده كان الفيديو باختصارا شديدا. انا بقالي كام يوم كده بتكلم بلغه عربيه مش عارف ليه، بس هو ده كده كان الفيديو ازاي تحلق في البيت. طبعا زي ما قلت لكم مش هتحلق 100% في الاول زي الحلاقين، طبعا الحلاقين بروفيشنال والكلام ده، بس انا بتكلم عموما ان انت تحلق وتهذب دقنك وتهذب شعرك والكلام ده وتبقى انت مقبول. مع تاني تالت رابع خامس حلاقه هتلاقي نفسك انت بدات تبقى بتتعلم اكتر وبتعمل حاجات جديده بتسهل عليك اكتر. وطبعا لو انت بتحلق بطريقه مختلفه غير اللي انا قلتها في الفيديو قول لي تحت في الكومنت، وما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو وتعمل منشن لصاحبك اللي ما حلقش لفتره كبيره، وطبعا ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي او تشوف الفيديوهات بتاعتي والكلام ده. وشكرا طبعا جدا على الدعم الخرافي اللي حصل الفتره اللي فاتت، ويعتبر بس كده احلقوا في البيت وقعدوا في البيت ما تنزلوش خالص الفتره دي عشان الفتره دي اهم فتره، وما طبعا كل مره بيقولوا اهم فتره بس يعني خلينا قاعدين في البيت احسن بدل ما يجيلنا اي حاجه. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.